الحكايه كده اتكعبلت على اخر وكلنا بقينا في خطر. احنا طول عمرنا في خطر يا ترمو. نسي ان انا اللي شغلته عملته بني ادم بعد ما كان شحات غصب عن عين التخين وخوفي من اللي جاي. انا حولته المتعه. انا عايزك تشتري كل الشيكات اللي مديون بيها شكر الباشا ده. لا يا فتحي الا انت ابعد انت عن السكه دي خالص وانسى الكلام اللي انا قلته. انت لا بتعقى في يوم ولا بالشام. ومين ماهر تربو ده؟ انا اخدت اسبوعين اجازه سهى من المدرسه. تربو ده حاسس ان اخويا. هو حاتم بجد اخوك؟ امال ايه يعني مستلفاه؟ اه طبعا انا شايف انه مهم جدا انك تبعدي عن القاهره الايام دي لغايه لما اخلص من موضوع شكري ده. مفهوم بس هو غلبان على الاخر والله. ما كانش كده هو صغير. اكتر حاجتين بكرههم هما اكتر حاجتين بستمتع بيهم الخوف والدم. يعني ايه ما ينفعش؟ بقولك امي بتموت ولازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. المبلغ اللي انت طالبه كبير يا فتحي وما ينفعش ندهولك سلفه. يعني ايه اسيبها تموت؟ دي مش مشكلتي، دي مشكلتك انت. وبعدين يا اخي انقلها مستشفى حكومي بلاش الفشخاره وفتحه الصدر اللي انت عايش لي فيها دي. انت بتقول ايه؟ فتحي انت بتقول ايه؟ انا فتحي يا راجل انت خلاص. انت اتجننت تجيني لاكون موديك في 60 داهيه. انت اساسا مش راجع هنا تاني. اخرج بره. سيبني يا مان. سيبني يا في 60 داهيه يا عم. تعالى ما تعصلش. انت شفت عمل ايه؟ تعالى طب اهدى. شفت انا ما طلبتش حاجه. يلا يا رجاله كل واحد على شغله. هات كرسي يا ابني. وانا قلت له حاجه؟ اهدى يا فتحي. اقعد. اهدى يا عم فتحي وحد الله. اقعد. اسمعني بقى يا فتحي. لازم تهدى يا اخي. الامور عمرها ما هتتاخد كده. اهدى. ده احنا بنخدمهم بعنينا يا ماهر باشا. بنخدمهم بعنينا. بنطفح الدم. النهارده نحتاجهم يرمونا زي كلاب السكك. ده انا بقول لامي بتموت. خلاص يا فتحي خلاص يا فتحي بقى اهدى يا اخي. هاتولي طيب هاتولي. ايوه اكرم انا ماهر تربو. في ايه؟ لا خليك عندك. احنا جايين في السكة. كان زبون بيجي لي الورشة بس الغريب انه عمره ما كان بيكلمني ولا كان بيسلم عليا. اول مرة سلم عليا
لما جه عشان يعزيني في والدتي. قال لا قال لا شد حيلك شد حيلك يا فتحي. أنا عارف اللي حصل بينك وبين مدير الورش، بس ولا يهمك، أنت راجل جدع وشهم وأصيل، وأنا عايزك تشتغل معايا. ألف شكر، وأنا يشرفني. بقال لله ونعم بالله. شكرا. طب هو كان عايزك تشتغل معايا في التخليص؟ ما انا قلت لك قبل كده ان انا بخلص اي حاجه بتيجي قدامي. ايوه يعني بتخلص ايه بالظبط؟ مش فاهم. بخلص مصالح ناس من عند ناس. بس اكيد مش هتساليني تقولي ايه المصالح دي، لغايه هنا وكفايه. بس الخلاصه يعني ان الشغلانه دي لقيتها بتكسب كويس قوي، ونقلت لنا واخويا نقله كبيره قوي، خلتنا ما نحتاجش لحد ابدا. ماشي يا فتحي، الواضح ان انت مش عايز تتكلم اكتر من كده، وانا هكتفي بالكلام اللي انت قلته لي النهارده لحد ما تثق فيا وتيجي من نفسك تحكي لي على كل حاجه. مش يمكن لو عرفت بقيه الحكايه تخافي مني وتكرهيني؟ اكرهك واخاف منك كمان؟ ايه الكلام الكبير ده يا فتحي؟ انا خاف عليك؟ مستحيل اخاف منك. انا قلت لك قبل كده انا خسرت كل حاجه حلوه في حياتي، ما كانش عندي اي حاجه بتفرحني، ما عنديش اي حاجه بتخليني ان انا عايز اعيش، ولا عايز اعمل اي حاجه مهمه كمان. لحد ما قابلت حضرتك يا سيدي. يلا يا عم ابسط بقى. شوف نفسك علينا. حضرتك اديتني امل في الحياه دي، خليتني احس ان الدنيا لذيذه، دمها خفيف، يعني ممكن الواحد ياخد ويدي معاها. عشان كده انا خايفه، خايفه قوي يا فتحي. أنا مش عايزة أخسرك، مش عايزة أرجع لوحدي في الدنيا الواسعة دي، عايزك تفضل معايا على طول. جرى إيه؟ يا ستي كل الحاجات دي دافعين فيها فلوس في صحتك. على فين يا كينا؟ عايز اقابل الضابط المسؤول هنا. عايز ايه يا سيدي؟ عايزه علشان ده. اسمك ايه يا جدعان؟ طلبه يا باشا. طلبه محمدين عودين عبد الله. قول لي يا طلبه، هو ده اللي انت ركبته معاك؟ هو يا باشا بشحمه ولحمه. بص بقى يا استاذ طلبه، انا عايزك بهداوه كده تحكي لي اللي حصل بالظبط. ايه يا باشا؟ انا كنت بوصل زبون وسط البلد قرب شارع معز الدين، وكان الوقت ليل. بعد زبون ما نزل قلت اروح. فجأة إيه لو لقيت واحد نطلق قدام العربية وبوقفني معرفش منين. الصراحة وقفت له يا باشا، راح جرى على العربية وركب بسرعة. بصيت له يا باشا لقيته متصاب وهدومه بتشر دم. الصراحة أنا قلقت منه، بس هو خد باله مني. راح مطلع سلاح ومثبتني بيه. وقال لي يا عمرك تطلع بيه على طريق السويس، والعمر مش بعزقة يا باشا. طلعت بيه على طريق السويس. وصلته لفين في طريق السويس؟ هقول لك يا باشا. لا أنا مش عايزك تقول، أنت هتيجي معانا وتورينا بنفسك. أنا يا باشا. ده احنا هنا كلنا تحت امر الحكومة. باي. كرمة. ايه خير؟ في حاجة؟ عارفة يا كرمة، من ساعة مامي ماتت أخدت عهد على نفسي إن أنا ما أتعلقش بحد عشان ما أضعفش لغاية ما أنت ظهرتي في حياتي. لأول مرة الخوف بيعرف طريق لقلبي، عشان بقى عندي حاجة غالية، ما
بخاف عليها قوي. هشوفك تاني؟ اكيد. طب ما تتاخرش عليك. مفيش هنا غير صحرا. خد يا جدع انت تحت امرك يا باشا. انت متاكد انك نزلته هنا؟ طبعا يا باشا، عندي اليافطه دي. بعد ما نزلته راح فين؟ لا دقيقه، ما اعرفش يا باشا، انا مصدقته نزل، اخدت دالي في اسناني وجيت بالعربيه، خفت يا باشا. يبقى اكيد كان متفق مع حد ياخده بعربيه. الحد ده ايه اللي هيجيبه هنا نص الليله يا معتز؟ ولا هو يعني عارف ان احنا هنهجم على الاوتيل ومستني غنيم هنا عشان يهربنا؟ هيكون راح فين بس؟ مش عارف يا معتز، مش عارف. طارق ايه؟ ممكن تيجي معايا ثواني بعد اذن سيادتك؟ اختيار ذكي جدا. منطقة محاجر حواليها جبال كلها مدقات وعمال وسواقين، أحسن مكان الواحد يستخبى فيه وأحسن مكان الواحد يهرب منه برضه. تفتكر غنيم ده ليه حد هنا يستخبى عنده؟ مش بعيد يا معتز. طب والعمل يا فندم؟ هنتصرف معاه ازاي ده؟ هنحط المكان تحت المراقبة لحد ما نعرف إذا كان غنيم مستخبي هنا فعلا ولا لأ، ومين اللي مخبيه ومكانه فين بالظبط. معتز، رجالتنا يبتدوا المراقبة حالا. أنا مش عايز غنيم يهرب مننا تاني. ما قلتليش بقى إيه اللي جابك كده من غير معاد؟ أكيد في حاجة مهمة، في أخبار جديدة عن غنيم؟ سيدي هو أنا غلطان إن أنا جيت أقعد معاك؟ أنا جيت نقعد ندردش شوية يعني. بعدين غنيم إيه اللي أنت جايب سيرته ده؟ غنيم خلاص أنا حطيته في دماغي، يعني مجرد ما ألاقيها خلص على طول. يبقى أكيد بقى قلقت على عمولتك من العملية الأخرانية وجاي تسأل على الفلوس. وهقلق عليها ليه؟ ما انا ابني في عجل، الناس اللي عندك هما بس لما يجهزوا يبقى سلم مستلم. تمام، وده هيحصل قريب قوي. امال ايه اللي جابك بقى كده من غير ميعاد وحدفك عليا؟ يا فتحي يا فزوره ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجه، انا قلت هاجي اقعد معاك شويه اشرب كاس وامشي. الله، احنا مش عشره عمر. انت عايزك في خدمه كده يا اسرار. صح، فعلا عشره عمر. انت عارف يا فتحي، انت عارف معزتك عندي ومقدرش اتاخر عنك ابدا. انت عارف في حد كنت قلت لك عليه بيرسم صور حلوه، انت عايزك تخدمه. وانا ما اتاخرش يا فتحي، انا قلت لك عرفني بيه علشان اقدر اخدمه. طيب خلاص، اجيبها واجي لك بكره. قصدك اللوحات؟ لا، قصدي صاحبه اللوحات. قول لي كده، ما انا برضو قلت اكيد ورا اهتمامك ده في انثى. يا سيدي لا انثى ولا غير انثى، خلاص انا هشوف سكه تانيه. خلاص المهم قول لي، حلوه تستاهل الخدمه يعني؟
بقول لك يا سراج، انسى خالص الكلام اللي انا قلت لك فيه ده، وانا هتكل على الله خلاص. او عايز تتكلم اتكلم في موضوع تاني. يا جدع يا جدع، ما تبقاش عمص بقى. الله، هي فتح، انا عينيا ليك يا فتح، واي حد من طرفك يكرم عشان خاطرك. حبيبي يا استاذ، خلاص اجيبها لك واجي بكره اي وقت زي ما انت عايز. المهم وانتوا جايين خليها تجيب معاها اللوحات بتاعتها عشان ابص عليها. خلاص. مبسوط يا سيدي؟ مبسوط يا استاذ. يلا اشوفك بكره. سلام يا حبيبي. سلام 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 يا حنين. نعم يا معلم. ظبطت الشيشه وقتها. يلا اعتبره حصل. اجدع شيشه تسيد المعلمين. قول لي يا فريد، فين الوجوه الجديده اللي ما نعرفهاش اللي قالت علينا في المكان ده؟ دول شكلهم العمال الجداد اللي شغالين في المحجر القبلي. المنطقه هنا يلا بتحلف عليها ناس. صدق من سماك تريل فعلا. مش فاهم. هو انت اللي زيك لو فهم يبقى في خطر على حياته. تيجي نقول هات لشايبها. حاضر يا معلم. الو، ازيك يا كارما؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. وحشتيني. وانا لحقت اوحشك كبكاشه، ما احنا كنا لسه مع بعض. قصدك ايه يعني؟ انا ما وحشتكش؟ لا، موضوع وحشتيني دوت بقى موضوع كبير مش هينفع اقوله لك في التليفون، لما نبقى نتقابل. بتغلس عليا حضرتك؟ بصراحه كده يعني قلت اناقشك شويه. المهم انا بكره هعدي عليكي عشان اخدك ونروح مشوار مهم قوي. بصراحه مش عارفه، خليني اشوف كده جدول مواعيدي وابقى ارد عليك. ولا اقول لك خلينا محاشك الاول. الله 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 الله، ده احنا هنقضيها غلاسه على بعض بقى. طبعا بسخف عليك. امال فاكر يعني انت لوحدك اللي هتعرف تغلس عليا؟ انت بصراحه بقى عايزه حق ربنا، انت لما بتتنرفزي بتنزلي القمر، انتوا بيعسوله قوي. عشان كده يعني انا بستغل اي فرصه وانفذها. ماشي يا سيدي. قول لي بقى المشوار انت عايز تاخدني معاك فيه؟ لا، خلي المشوار ده مفاجاه بقى. ماشي خلاص، يبقى انا هاخد اجازه من الشغل بكره وهستناك، بس ما تتاخرش. استنى، خد بالك من نفسك. باي. يا عم في ايه خضتني؟ يا سيد اللي جابك السعاده يا عم؟ في حاجه حصلت؟ لا، بس في حاجه بتحصل. الحكومه شمت خبر ان انت متداري النواحي دي. انت شرفك، في وشوش جديده في المنطقه بشمشمه حواليك، ودول مخبرين وانا عارفهم. انت متاكد يا سيد ولا الوسواس راكبك على الفاضي؟ وسواس يا عم؟ ده المخبرين دول انا بشمهم قبل ما اشوفهم. اقول لك ايه، انت لازم تطلع كده في اي حته يومين بدل ما نروح كلنا كلابوش. اخلع اروح فين بس يا سيد دلوقتي؟ يا عم وانا هسيبك برضو؟ ده انت حبيبي. في مكنه كده في الشروق قريبه وهاديه والناس كلها في حالها، وانا كل يومين كده اجي اشقر عليك لغايه لما الحكومه تنسانا وبعد كده نرجع تاني. قلت ايه؟ ماشي يا سيد، بس حبايبك اللي مراقبنا دول هنعمل فيهم ايه؟ ما تشغلش بالك بيهم دول، انا هطلعك من طريق وراني. الدبان الازرق ذات نفسه
ما يعرفوش. يلا بينا. قد الغرض يعني. فل الفل يا سيد. تعال افرجك على اوضه النوم يا صاحبي. سرير بمولة يستاهل ظهرك. وانا برضو من حين واخر هبعد عليك اقضي لك لوازمك يا صاحبي. جمايلك دي مش هنساها يا سيد، وهتفضل في رقبتي طول عمري. واول ما اقفش فلوس اللي بره هبغددك على الاخر. يا جدع عيب الكلام ده، احنا اخوات وصحاب، وبعدين مصلحه واحده برضه. اصيله سيد. المهم عايز اقول لك على كلمتين. قول. عايزك تكن في المكان ده وبلاش تنطيط وعفرطه عشان الحكومه رصداك. اكن يا عم سيد، انا عندي مشاوير بالهبل. مشاوير؟ مشاوير يا عم اللي انت تعملها دي، انت مجنون ولا ايه؟ الحكومه في كل حته وراك، انت مش خايف على روحك يا عم جنيم؟ المشاوير دي شر لابد منه، وبعدين ما تقلقش عليا، انا اعرف اسلك نفسي كويس. المهم سيب لي مفتاح التمنيه اللي بره وشوف لك مواصله تروح بيها. مواصله روح بيها في الساعه دي يا عم غنم؟ خلاص شوف لك حته نام فيها هنا وانا اخش انام جوه. والصباح رباح، ويا دار ما دخلك شر. يا دار ما دخلك شر، وفي اشر منك يا اشر خلق الله. هاخد حقي الاول وبعدين يبقى فعلا يا دار ما دخلك شر. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ها ايه الاخبار يا مختص؟ ولا حاجه، اللي اسمه غنيم ده اختفى تماما. الله. طب رجالتنا اللي في المحاجر اخبارهم ايه؟ محدش سمع عنه اي حاجه، ولا اي حد عنده اي فكره عنه، اختفى خلاص. يكون راح فين يعني؟ صحيح شريف اخباره ايه؟ اتصلت بيهم في المستشفى وطمنوني عليه، وقالوا لي انه هيخرج بكره او بعده بالكتير. طب كويس ان هو بخير. والله وحشنا شريف وغلسته. اسفه. ملوش لازمه يا عم غنيم لفك في الشوارع ده، ما انت عارف يا عم ان الحكومه رصدك في كل حته. تقلقش يا ابو السيد، الدنيا نهار ومفيش لجان، وبعدين لازم تبقى عيني على الغندور لحد ما اخلص الترتيب بتاع السنوره. السنوره دي مرات اللغه صح؟ الله ينور عليك. عيب يا عم غنيم وانا تلميذ. والسنيوره دي بقى هتعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ده هي اللي هتعمل الخير كله. ركك انت بس قابلها واثبتها، وبعد ما تبقى زي الخاتم في صباعي هي اللي هتفتح لنا كنز علي بابا. بس لغايه ده ما يحصل لازم تبقى عيني على الغندور، اشوف هو بيقابل مين، بيروح فين، ناوي على ايه. فهمت ابو السيد؟ فهمت يا شر خلق الله. يا دوب اتكل انا. السلامة. سلام ريشة. حجزت السويت وتذاكر الطيران باسم سهى ونورهان؟ اه طبعا يا عم ربيع، وتذاكر الطيران موجوده على مكتبي، لو تحب حضرتك ابعتهم لمدام نورهان على البيت. لا لا لا، خليهم عندك وانا ماشي هبقى اخدهم واوصلهم بنفسي لنورهان. تحت امرك.
الاخير عامل ايه؟ اهلا يا شاوي. اقعد. ها عملت ايه؟ كله تمام يا باشا. دي كل الشيكات اللي مديون بيها شكري الباشا للتجار. اشتريناها واتظهرت لينا وبقت تحت ايدينا. كويس قوي. هايل هايل يا شاوي. طب وانت بقى تبتدي القضايا دي امتى؟ انا معايا صوره من الشيكات وتوكيل القضايا بتاع سعادتك عندي. من بكره هبدا الاجراءات القانونيه فورا. كويس قوي يا شاوي. وصول الشيكات دي هتفضل عندي لغايه لما تعوزها. هي موجوده عندي. افضل برضو، خصوصا ان احنا لسه قدامنا وقت شويه. انا يا راني واقف عندك ايه؟ لا ابدا يا باشا مفيش حاجه. طيب خد المناقصه دي واديها قسم المشروعات. المناقصه دي لازم تتسلم بكره. ما تقلقش يا فندم، انا هشرف على الموضوع ده بنفسي عن اذنك. اتفضلي. عامر بيه، انا عاوز انبه حضرتك لحاجه مهمه قوي. خير؟ سعادتك عارف ان قضايا الشيكات بتاخد وقت طويل شويه لغايه ما ناخد حكم نهائي واجب النفاذ. لازم سعادتك تحرش شويه، خصوصا ان شكري الباشا هيتجنن لما اعرف ان انت اشتريت الشيكات اللي عليه في السوق، وساعتها ممكن يتصرف بتهور. لا 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 ما تشيلش هم الموضوع ده. شكري ده لعبتي انا، اعرف انعيمه كويس لغايه ما نضرب ضربتنا. المهم انت دلوقتي جاهز نفسك ما تعملش اي حاجه الا لما اقول لك، مفهوم؟ لسه ما جهزتيش يا كارمن؟ لا ما جهزتش. انت مش عارفه ان احنا عندنا مشوار النهارده؟ لا مش ناسيه، بس ما كنتش عارفه ان احنا هنروح بدري قوي كده. طب يلا هاتي اللوح اللي جاهزه ناخدها معانا. لوح؟ لوح ليه بقى ان شاء الله؟ اكيد مش هشرح لك على الباب، في العربيه بقول لك كل حاجه. طيب طيب هات وقت. طب خش 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 اقعد لحد ما شكري ازيك اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، في حاجه كده مهمه حصلت وعايزه احكي لك عليها. لا لا طبعا ما ينفعش على التليفون. طيب انا هخلص الشغل وهاتي عليك بالليل. اوكي يا روحي يلا باي. اوبا الحكايه فيها مزه تانية كمان. البركه. هبلة كده على بلا وشي مش فاهمة حاجة. يا ستي انت مش كنت عايزة تعرضي لو حد في معرض والناس تشوفها؟ ايوه طبعا. طيب هو ده اللي هيحصل. انا عندي واحد صاحبي عنده معرض، هناخد اللوحات دي نوريها له، والله لو عجبته هيعرضها لك في المعرض عنده. يا سلام. ولو ما عجبتوش؟ لو ما عجبتوش بقى ناخد اللوحات نرجعها البيت تاني ونقعد انا وانت نتفرج عليها. طب معلش يعني خدني على قد عقلي كده، انا عايزة افهم حاجة. قولي. هو هيشتري اللوحات بتاعتي دي؟ لا لا هو مش هيشتري حاجة. هو كل ما في الموضوع هيعرضها عنده في المعرض والناس هتروح تتفرج عليها. والله أي حد هيعجبه لوحة هيشتريها وهو هيخصم عمولته ويديكي تمن اللوحة. أما بقى لو الناس ما عجبتهاش لوحاتك فأنا من رأيي إن أنت تبطلي رسم وتقعدي في البيت تقشري بصل. اخسى عليك اخسى عليك يا بدر، دمك تقيل زي السيف، حرام عليك ما تفوتش عليا كده. لا 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 مش قصدي والله.
انا بهزر معاك، ان شاء الله كل لوحاتك تتباع وتبقي اشهر من بيكاسو. مش اسمه بيكاسو برضه؟ اه اسمه بيكاسو. يا رب يا رب اسمع من بقك، ربنا قادر يا كريم، ولوحاتي كلها تتباع يا رب، وابقى واحد على 100 من الراجل ده. واحد على 100 ايه؟ ده انت هتبقي احسن منه من اللي خلفوه كمان. ايوه ايوه اضحك عليا قوي ولا يهمك. ماشي. مساء الخير. اهلا اهلا يا فتحي. ازيك يا سراج بيه؟ ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الانسه كارما. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا. سراج بيه صاحب اكبر جاليري في مصر. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. احنا اللي تشرفنا يا انسه كارما. اتفضل اتفضل. نفسي. ها تشربوا ايه؟ لا الف شكر. الانسه كارما الفنانه الموهوبه اللي كنت كلمت حضرتك عليها كتير. على فكره كارما، اسمحي لي اقول لك يا كارما كده من غير القاب يعني. اه طبعا يا فندم عادي، ما فيهاش حاجه يعني. شوف يا كارما، انا الحقيقه بثق في ذوق فتح جدا. هو صحيح ملوش في الفن، لكن احساسه عالي وله نظره ثاقبه. الله يخليك يا سراج بيه، ده من ذوقك. لا لا انا بتكلم بجد يا فتحي. كارما، احنا ما شفناش بعض قبل كده، مش عارف ليه عندي احساس ان انا شفتك، بس امتى وفين مش قادر اجمع. لا يا فندم، احنا اتقابلنا قبل كده فعلا في البار اللي حضرتك بتقابل فيه استاذ فتحي. برافو عليك، فعلا شفتك هناك. ما شاء الله عليكي، ذاكرتك قويه قوي. ميرسي. ها امال فين بقى اللوح اللي احنا هنتفرج عليها؟ اميره خدتهم مننا عشان تعرضهم في صاله العرض. طيب اتفضلوا ننزل نبص عليهم. بس اتفضل. تمام يلا اتفضل. ميرا جهزت اللوح؟ كله تمام يا سراج بيه. يا سراج، ايه رايك؟ انت اللي رسمت اللوح دي؟ ايوه يا فندم. يا سراج طمنها. يعني الشغل ده شغلك انت؟ ايوه يا فندم، يا ريت حضرتك يعني تقولي رايك بكل صراحه، مش عايزه مجاملات خالص لفتحي. يا كارما، انا لما فتح كلمني عنك قلت يعني اعرض لوحتين ثلاثه مجامله، لكن بعد ما شفت شغلك مش عارف اقول لك ايه.